المصحف المذهب فعلاً قطعة فريدة من نوعها، وهي في ميونخ بألمانيا، ونحن مختصون في عمل نسخ، لكن نسخ دقيقة بألوان نفسها، الخط نفسه أيضاً. الفكرة هي أن النسخة الأصلية يمكن أن تكون مخزنة وآمنة للأجيال القادمة، لا يمكن لأي شخص لمسها، لذا هذه هي النقطة المهمة، هي أن تبقى آمنة وفي نفس الوقت تكون هناك نسخ أخرى للقيام بالبحث، وتعطي للجميع الفرصة لكي يكشف النسخ من القرن الحادي عشر أو الثاني عشر. هذا المصحف فعلاً فريد من نوعه لأنه بالورق الذهبي.